بعد سنة هي بحدود 30% 20-30% وممكنات من مستوفيات الاعتمادات مهمة في إطار الرافعة، وهذا شيء مهم. كذلك في مناهجها وأهدافها، لأنه أعطتنا واحد يعني منهجية للعمل، وهو أنه العبرة ماشي كيف كنا واحد الوقت كنقولوا كليوم كنقول لك ماشي كليوم، العبرة هو أنه في صباح البرنامج أو النشاط أو المشروع اللي درسناه يصبح أوبيراسيون، في تفاصيل مهم جدا، وهذا كذلك هذه العملية ديال الحاسب اللي كديرها الوظيفة لا افتحاص، لا هي على الصعيد اللي كتجي للجنة من الصعيد المركزي، ولا كذلك الوقت الأنفار اللي كتجينا، كذلك بدينا كنتكلموا على طرق المشاهد التشخيص إلى غير ذلك، واحد العدد برنامج تحويل المستمر، إذن هذه الأيات كلها هي المحاكمة هي اللي جاءت على أنه هذا البرنامج يصير من أحسن إلى أحسن. أملنا إن شاء الله على أنه في البرنامج، وخاصة اللي كانت فرصة اللي تدور في جلسة الإقليمية، وهي العملية ديال البرنامج هو أولا تشخيص موريتاني، ومن بعد كنقدم البرنامج، والبرنامج ماشي فقط اللي تنقدموه هنا كل فيزابيليتي، لأن بعض المرات كتكون مشروع ولكن اللي كنديروا المشروع كنقترحوا وعاد كنبغوا نقولوا على العقار. هذه كذلك بحيث ندوز واحد المرحله المصادفه، ولكن نقولوا لو كونسي راه اون فوار، بينما المشروع مبدئيا ما خصو يدوز لا في اللجنه المحليه ولا في اللجنه الاقليميه والمصادفه، على انه يكون هي تنطلق من الانسان لتعود اليه على شكل برامج ومشاريع وانشطه تتجه بالدرجه الاولى والاخيره الى الحديث ديالو، وهذه هي المنهجيه اللي اشتغلنا بها. املنا ان شاء الله على اننا نستمر في هذه هذا الورش العام اللي الان سخرت له هذه مدارس ماليه مهمه، واللي جندت له كل الطاقات والفعاليات باش ان شاء الله نحققوا البرامج اللي هي مصدر مرض الطرا. اشكركم على حضوركم ونقل عليكم واقل كلمه للسيد رئيس قسم العمل الاجتماعي باش يعطينا البرنامج من بعد ما المسطره ديال الاعلان على قلب المشاريع، شنا هي المشاريع اللي تخدمت باش نعرضوها في نهايه المطاف اعلان المسطره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.